وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من فيينا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا الأستاذ ضياء الشمري. أهلا ومرحبا بك أستاذ ضياء. بداية، منذ اليوم الأول لثورة تشرين والقوات الحكومية تنتهج سياسة اختطاف الناشطين، لكن هذه السياسة توسعت في الأيام الأخيرة، ما هو تفسيركم لازدياد حالات الخطف في صفوف المتظاهرين؟ تحياتي للجميع وأشكركم على استضافتي في هذا البرنامج. حياك الله. الحقيقة لنا معلومات كافية من بداية الانتفاضة ولحد هذه اللحظة. بدأت اختطاف لمنظمات المجتمع المدني والصحفيين والناشطين في التظاهرات. هذه الحالة هي استمرار للحالات السابقة التي تقوم بها الميليشيات والحكومة العراقية والأجهزة الأمنية العراقية المرتشية من قبل المجاميع الإرهابية الموجودة في العراق. هذه ليست عملية جديدة حدثت في العراق، وإنما هذه العملية بدأت من بداية الاحتلال ولحد هذه اللحظة، بس تزداد في الآونة الأخيرة بثورة أكتوبر ولحد هذه اللحظة. الخطف يزداد يوميا لعجز الحكومة أو لعجز الأجهزة الأمنية من عملية حماية المواطنين، وبالحقيقة هم المشاركين في هذه العملية. هذه الأعمال التي تقوم بها الميليشيات الموجودة المرتبطة بجهات أجنبية، وأقصد فيها إيران، هي التي تقوم بخطف المواطنين الناشطين في المظاهرات لقمع المظاهرات، لأنه حاولت الحكومة والميليشيات بقمع المظاهرة وتدسيس بعض العناصر المشبوهة من عندهم لإحراف المتظاهرين أو لتشويه سمعة المتظاهرين كما فعلت في الآونة الأخيرة، ولكن أباءت كل محاولاتها أباءت بالفشل. ونحن نعلم من العبوات الناسفة وإدخال الأجهزة من أجهزتهم من الميليشيات والحشد الشعبي بالمظاهرات ودخولهم إلى المظاهرات لتفتيت المظاهرات ولتفتيت معنى المظاهرات بأساليب الرديئة حقيقة، وهذه الأساليب لخطف والاعتداء على كثير من النساء الموجودات والناشطات في المظاهرات، مع العلم أنه الناشطين الموجودين، أخي هضيف هذه المعلومة، الناشطين الموجودين في المظاهرات والصحفيين لا ينتمون لا إلى أي حزب ولا إلى أي مجموعة أخرى، فقط انتمائهم الوطني وحبهم للعراق. طيب، مفوضية حقوق الإنسان بيّنت في تقرير لها وجود طلاب جامعيين ومسعفين بين المختطفين، لماذا تعتقل القوات الحكومية المسعفين والطلاب برأيك؟ أعتقد أنتم سمعتوا بالحادث الأخير اللي دخلوا على لجنة طبية في مدينة الثورة بالسيوف والقامات واعتدوا على الناس الذي يعالجون المتظاهرين. أخي، هذه عملية مبرمجة، هذه عملية إيرانية فارسية لقمع المتظاهرين. المتظاهرين يحاولون بكل الجهود بكل ما وبوسعهم إضعاف المتظاهرين والعكف عن الاستمرار بالمظاهرات. هذه عملية تقوم بها الميليشيات والحكومة العراقية أيضا. يعني عبد الهادي الذي استقال، ليست عادل عبد الهادي، عبد المهدي الذي استقال من الحكومة من رئاسة الوزراء لم يكن بريئا، هو من أمر بقتل العراقيين، هو من أمر بقمع المتظاهرين، هو من حرض على هذه العملية، هو من يقول الطرف الثالث، وهم يعلمون من هو الطرف الثالث، كلهم يتحدثون عن الطرف الثالث. هل رصدتم أنتم ظاهرة الخطف التي تزايدت خلال الأيام الأخيرة؟ هل من إحصائيات للمختطفين أم أن عمليات الحصر تتعذر في ظل عدم وعي الأهالي بآليات الإبلاغ عنها؟ عزيزي الكريم، أنا بكرة عندي لقاء مع سفير الاتحاد الأوروبي في النمسا، وهو يمثل النمسا في الاتحاد الأوروبي،
وبكرة عندي لقاء وأسلم رسالة بهذا الخصوص وبخصوص المختطفين والقتلى العراقيين وانتهاكات لحقوق الإنسان في ساحة التحرير وبقية المحافظات. عندي كذا نقطة، هي النقاط التي طالبت بها المتظاهرين احترفعها هذه النقاط وأسلمها في مذكرة رسمية من العراقيين الموجودين هنا من الجالية العراقية الموجودة في النمسا على الانتهاكات لحقوق الإنسان وخصوصا من المختطفين والقتل المتعمد بالرصاص الحي، وهذه الأسماء موجودة أيضا ومدرجة. هذول الذي تهموا بعملية قتل اللي حدثت في الناصرية ليست أشخاص وهميين، وإنما أشخاص برتبهم وعناوينهم ومعينين من قبل الحكومة العراقية. لا نبرئ الحكومة العراقية ولا البرلمان العراقي من انتهاكات لحقوق الإنسان بما فعله أياديهم بهذه العمليات الإجرامية النكراء في العراق. إلى جانب المسعفين والطلاب أيضا تزايدت عمليات الخطف بالنسبة للصحفيين، ما الهدف يعني من وراء اختطاف الصحفيين؟ ألا تحميهم مواثيق المنظمات الدولية أو المواثيق الدولية؟ هذه العملية كتبت عنها هنا صحيفة نمساوية اسمها دي بريسة وهي ناطقة بالألمانية، وهذه الصحيفة تكلمت على حماية الصحفيين الموجودين في ساحة الاعتصام لأنه زملائهم الذين يختطفون ويقتلون والقتل كان متعمد. هذه كتبت فيها الاستنكار موجود من كل دول العالم بهذه العمليات والانتهاكات لحقوق الإنسان. احنا ما نقدر نوصل لكم كل ما يكتب هنا في اوروبا، كل ما يكتب من ساحات من 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 اصدار بيانات بانتهاكات لحقوق الانسان. كل العالم يتجاوب ومستمر بمتابعه ما يقوم بالعراق، لا يبرئ احد احد الا من هو يبرئ نفسه من العمليات الاجراميه التي تحدث في العراق، اذا كانت من جهه امنيه او من جهه سياسيه او من جهه برلمانيه. أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا الأستاذ ضياء الشمري كنت معنا، شكرا جزيلا لك.